بعد تعب وسقى. شوف الواحد بسم الله ما شاء الله جسمه عامل ازاي اهو، بسم الله ما شاء الله، واحد عنده لياقه بدنيه عاليه. بعد اخر رمضان، رمضان فرصه لحرق الدهون، رمضان فرصه لنزول وزن، تظبطي جسمك وتحافظي على اللياقه البدنيه بتاعتك. ولاول مره هتكلم عن تمارين حرق الدهون في رمضان. رمضان اللي فات ما كنتش منزل فيديوهات عن حاجه اسمها رياضه اساسا، واحمد ربنا ان انا هنزل لكم النهارده تمارين خاصه برمضان، هي اللي بنعملها في الايام العاديه هي اللي هنعملها في رمضان. لا تنسوا اللايكات والشير والدعم. هنعمل تمارين حرق الدهون، تمارين اساسيه. يلا واحد كارديو حرق الدهون. يلا اصحوا اصحوا كده في التفاعل اللي عايز تمر معايا اهلا وسهلا. تمارين بطن، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، تمارين أساسية ومشهورة جدا لازم نعملها في رمضان. تمارين الخفشة لسد الأرداف اللي هي دي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. الفيديو ده لازم يوصل للكل، ما حدش يسألني تاني يا كابتن عزوز انا عايزين تمارين مش عارف ايه، لا ادي تمارين حرق الدهون. افتح فيها. اه. اتمرن معايا.